مساكم خير بحلقه جديده من برنامج اسال القانون، اليوم حلقتنا راح تكون رد على استشاراتكم اللي وصلت لنا على برامج التواصل الاجتماعي بهاشتاج اسال القانون، واول اسئلتنا يقول اذا زوج مسكن زوجته في ملحق داخلي في بيت امه تعتبر غرفتين وصاله، هل يحق لها طلب بيت منفصل؟ اي طبعا، اكيد يحق لها، الزوجه لازم يتوفر لها مسكن كامل، غرفه نوم، صاله مطبخ حمام كرامة. اذا في ابناء لازم العدد الكافي للغرف للابناء يعني مثلا اذا الابناء بنت وولد الولد والبنت بعمر معين لازم نعزلهم عن بعض فلازم تكون الشقة أو المسكن لائق للحياة الزوجية والأسرة فإذا المرأة كانت على ذمة الزوج المفروض أن هي ما لها أجرة مسكن زوجية شوفوا أجرة مسكن زوجية مو مسكن حضانة ولكن إذا الزوج مو موفر المسكن هني المرأة تقدر تطالب بأجرة مسكن زوجية أو أن هي يعني تتكلم مع الزوج أن ترى الشرع والقانون يقولون ان هذا المسكن مو لائق ولا هو سليم حق الحياه الزوجيه، فهني عاد انت وحظك الزوج اما يعطيك اجره مسكن او انه هو يوفر لك مسكن وتعيشون حياه كريمه، فيعتمد على التفاوض بينك وبينه وين يوصل. وسؤالنا الثاني يقول عندي بنت وحده وعندي حكم الحضانه، بحكم الحضانه اقدر اغير اسمها ولا لازم توكيل عام عليها؟ طبعا حكم الحضانة قلنا وايد هذا السؤال تكرر وقلنا ان الام ما يحق لها إن هي تغير اسماء الابناء اسماء الابناء هي من مسؤوليات الاب الام ما تقدر تغير الاسم الا مثل ما قلنا اذا كان الاسم يضر بالبنت او الولد اذا تحتاجين توكيل عام انت قاعدة تسالين عن توكيل عام يعني معناته ممكن في تفاوض بينك وبين الاب اذا بيسوي لك وكاله عامه لازم بالوكاله يذكر ان هذه الوكاله تسمح تسمح لك بمراجعه لجنه دعاوي النسب تسمح لك بتغيير الاسم فلازم يكون حتى لو كان شوفي وكاله عامه لازم يكون مخصص بالذات هذا الموضوع السؤال اللي بعده يقول هل معاملة تغيير الاسم اجراءاتها سهله تحتاج الاب ولا يكفي الام انا منفصله زين انا ما ادري انت بتغيرين اسمك ولا اسم ابنائك ولكن ايضا نفس السؤال اللي قبله تغيير الاسم اذا كانوا في موافقه بين الام والابو والابناء كانوا للحين صغار ممكن تغيير اسمهم بشكل سهل ولكن اذا كبروا بعد سن معين لازم يتم تقديم طلب للجنه الدعاوي النسب لتغيير اسمائهم اما اذا انت كنتي بالغه سن الرشد فوق ال21 وتبين تغيرين اسمك يحق لك طبعا انت تغيرين اسمك ما تحتاجين والدك او والدتك لي تغيير الاسم تقدرين انت تغيرينه ولكن عشان تغيرين اسمك لازم يكون عندك سبب لتغيير الاسم يعني قبل كانوا الأبهات ممكن يسمون ابنائهم اسامي يعني ثقيله اسامي مو حلوه اسامي ما لها اي معنى فالحين انتم على كبر تقدرون تغيرون الاسم ولكن اسم مريم هذا ما يتغير يعني اسم بسيط يعني واسم عالمي يعني ولكن اذا في اسم في اهانه لا هني ممكن من دعاوي النسب يتم تغيير الاسم بدون ما تحتاجون الى قضيه فممكن الاجراء تكون اسهل او اصعب على حسب الحاله السؤال اللي بعده يقول قانون استخدام العمالة المنزلية مبلغ 890 هل يطبق بأثر فوري ولا أثر رجعي؟ هذا من القوانين اللي تطبق اكيد باثر فوري حتى بدون ما اقرا نص الماده، لان هذه القوانين اللي فيها رد مبالغ انتم قاعد تطالبون طبعا برد مبالغ، رد مبالغ فيها خساره جدا كبيره حق الاشخاص، حق اصحاب المكاتب، حق يعني وايد اشخاص، وراح تعرض يعني المحاكم الى ضغط جدا كبير بسبب القضايا اللي راح يتم رفعها، فهذا النوع من انواع القوانين الجديده تطبق باثر فوري، لان تخيلوا لو باثر رجعي اي شخص استخدم عامله بالاف مؤلفه الفتره اللي طافت راح يرد ويطالب بفلوسه فهذا من القوانين الفوريه مو اللي تمشي باثر رجعي ولا راح تضك المحاكم بالقضايا السؤال اللي بعده يقول كيف للزوج اثبات النفقات قبل الطلاق اذا كانت الزوجه تدعي عدم الاستلام ولا يوجد اثبات من الطرفين ما في اثبات من الطرفين معناته ما في ادله فمعناته الزوجه بهالحاله راح تخسر قضيتها لانه ما في ادله ولكن العاده الادله في هالنوع من انواع القضايا هم الشهود شهود الطرفين ايه هي شهود يثبتون ان انت ما كنت كزوج تصرف وانت تجيب شهود يثبتون ان انت كنت تصرف عليها طبعا المطالبه المطالبه هنا بالنسبه حق الزوجه للنفقات الفايته اللي باثر رجعي يحق لها الطالب بسنتين بس باثر رجعي وها الطالب بس بنفقاتها هي إيه كزوجه ما يصير الطالب بنفقات الابناء، نفقات الابناء تنحسب من تاريخ رفع الدعوه، انزين؟ فالاثبات في هالموضوع يكون بالشهود، اهلك واهلها، طبعا الشهود ما يكونون لا الاب ولا الام ولا الابناء. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. لطرح اسئلتكم واستفساراتكم حول القضايا الخاصه بكم. شاركونا على هاشتاغ اسأل القانون بمنصات التواصل الاجتماعي وسيتم الرد على أسئلتكم خلال حلقاتنا اليومية في برنامج اسأل القانون مع المحامي محمد الجاسم والمحامية مريم المؤمن والمحامية مي الكندري ورجعنا لكم من بعد الفاصل ونكمل باقي أسئلتنا اليوم حلقتنا عن استشاراتكم اللي وصلت لنا على برامج التواصل الاجتماعي على هاشتاج إسأل القانون وأول سؤال بعد الفاصل يقول شنو نوع القضية اللي ممكن أرفعها لأن الأب الحاضن يمنعني من التواصل مع ابنتي وما أتواصل معها إلا بيوم الرؤية يوم واحد فقط للأسف للأسف الرؤية فقط بهذا اليوم ما تقدر تتواصل مع الأبناء إلا بموافقة الأم فإذا الأم او الاب على حسب منو الحاضن كان متعنت او يسيء سلطته على هذيل الابناء وما يخليهم يتواصلون معك باجي الاسبوع ما في قضيه بشكل مباشر ولكن ممكن ممكن رفع دعوة أو شكوى في نيابة الأسرة كعنف نفسي للأبناء أن أنا ما أقدر أشوف أبنائي إلا بيوم واحد باجي الأسبوع ما أقدر أتصل ما أقدر أشوفهم مثلا فيديو كول ما أقدر أعرف أي أخبار عنهم إلا بهذا اليوم ولكن قضية على حسب تفاصيلها ممكن تمشي او ممكن تحفظ من النيابه. السؤال الثاني يقول صج اذا صار الطلاق قبل لا توصل كهربة البيت مالي حق بالبيت؟ للاسف اي نعم. اذا طلقت قبل الكهرباء وها قبل الكهرباء بمده، قبل توصيل الكهرباء فتنتقل صفتك بملكيه هذا العقار من مالكه الى حق انتفاع اللي هو حق السكن فقط. إذا طلقتي قبل توصيل الكهرباء أما إذا طلقت قبل توصيل الكهرباء بفترة بسيطة وكان واضح من المعطيات كاملة أن زوجك طلقت كيدا فيك علشان يطلعك من ملكية العقار هني ممكن يتم رفع دعوة وأثبات كيدية هذه الطلقة علشان يدش اسمك في البيت وبوثيقة البيت أما إذا كنت أنت على ذمتها لحظة توصيل الكهرباء فإن شاء الله اسمك موجود حتى لو تطلقتي بعدها السؤال اللي بعده يقول لو وحدة جات تخطب حق ولدها وما بلغتنا ان ولدها ناقص الاهليه وان عقليته بسيطه وبعد الخطبه او بعد الزواج تم اكتشاف ذلك. شوفوا اذا في جنون او في نوع من انواع الامراض اللي حددها القانون ممكن يتم فسخ العقد. فسخ العقد هنا أنه مو طلاق يتم الفسخ بشكل كامل فعلى حسب الأمراض اللي اكتشفتوها في هذا الرجل ممكن رفع دعوة بفسخ العقد بدل الطلاق أو الطلاق اللي يضرر السؤال اللي بعده يقول متى أقدر أطلب من المؤجر إخلاء العين المؤجرة؟ شوفي في 11 حالة ذكرهم القانون قانون الإيجارات للإخلاء ولكن بقول لك الحالات اللي سهله واللي دائما احنا تمر علينا اذا كان المؤجر اللي عندك ما دفع الايجار بعد عشرين الشهر إذا المؤجر اللي عندك أجر المكان بالباطن إذا غير بالعين المؤجرة أو غير بالمكان اللي هو ساكن فيه بشكل جدا كبير بدون إذنك إذا مثلا استخدم المكان في غير الأجار اللي هو مخصص يعني أنت مثلا مأجرت للمكان إنه هو سكني قام استخدمه في أغراض مثلا التجارة صار المكان استثماري إذا كان وجوده في هذا المكان يشكل أذى أو خطر أو إزعاج حق مثلا باجي البيت أو باجي مثلا العمارة إذا هي مثلا عمارة. إذا مثلا هذا المكان اللي هو كان مأجر شقة في خلينا نقول بيتك وكان عندك ولد أو بنت يبون يتزوجون ويبون يستخدمون هذه الشقة فهني أنت تقدرين ترفعين قضية على المؤجر وتقولين أن أنت تبين تخلينه للحاجة فإذا خليتيه من المسكن تقدرين تسكنين ولدك أو بنتك في هذا المكان بس ها بهالحاله بالذات اذا هذا الشخص اللي انت طلعتيه من المكان على اساس ان انت محتاجه المكان حق عيالك او حقك انت مثلا واكتشف المؤجر اللي طلعتيه ان انت بعدين اجرتي المكان بسعر اكثر وحق اشخاص غرب يقدر يرجع عليك بتعويض وصلنا حق اخر اسئلتنا اشكركم على تواصلكم معنا واتمنى ان تكون حلقاتنا قاعده تفيدكم ونشوفكم بحلقات جديده من برنامج اسال قانون